اهلا وسهلا بكم، معكم مصطفى غيث من شركه هاب روب للتسويق الالكتروني، والدرس الثامن بعنوان خدع كاذبه تحت عنوان الربح من الانترنت. موضوع الدرس ده بنتكلم على الناس اللي عايزه تتعلم الربح من الانترنت، وبيخشوا على اليوتيوب وبيخشوا على جوجل وبيعملوا سيرش على الربح من الانترنت، وبيدخلوا على مواقع على الانترنت فعلا بتتكلم عن الموضوع ده، وبيخشوا على قنوات وفيديوهات على اليوتيوب بتتكلم عن الموضوع ده، وبيبتدوا يقروا عناوين تبدا انها تجذبهم، زي مثلا كيف تربح $100 في دقيقه، كيف تربح $5000 في 24 ساعه، وابتدي يتفرج على الفيديو وبعدين يشوف شويه معلومات وبعدين يبدا ان هو يطبق، يتفاجئ ان مفيش ولا سنت دخله. يا جماعه مبدئيا لازم نعرف حاجه، ان الربح من الانترنت ده ما هوش فهلوه، ما هوش حظ، ما هوش عصايه سحريه، ما هوش حد يقول لك اعمل كذا هتكسب $1000 في ساعه فهتعمل فهتكسب، الكلام ده غلط. وما هوش برنامج الحلم حتى اللي بتكسب منه $1,000,000 ولا مش عارف كام، الكلام ده غلط. الربح من الانترنت ده عمل، تمام، عمل انك انت بتشتغل شغلانه ما اسمهاش حتى الربح من الانترنت، انت بتشتغل شغلانه اسمها انا بشتغل في التجاره الالكترونيه، او مثلا بشتغل في التسويق الالكتروني، تمام. والتجاره الالكترونيه او التسويق الالكتروني يؤدوا الى الربح من الانترنت. مفيش حاجه في الدنيا اسمها اقعد اتفرج على فيديوهات فطول ما انا قاعد باخد فلوس، مفيش حاجه اسمها ان انا هدخل استفتاءات فهاخد فلوس، ان انا اقعد اصدر رد على اسئله واستفتاء مثلا اني البرامج مش عارف ايه، اني المواقع التعليميه المميزه، اني مش عارف ايه، الكلام ده غلط. مفيش حاجه كده، تمام. في انك انت تحقق ربح مثلا من بعض المواقع، زي مثلا موقع رفع ملفات او موقع رفع فيديوهات، بس ده بيتطلب منك ان انت الروابط بتاعت الابلود والداونلود تبدا تسوق لها كويس، واخد بالك ليه؟ لانك انت لما بتسوق للروابط دي الناس بتخش تحمل، فانت بتاخد فلوس هنا، بتاخد فلوس، بس مقابل ايه؟ مقابل ان الموقع نفسه ده بينزل عليه اعلانات، فصاحب الموقع نفسه بياخد فلوس من الاعلانات، يعني نفس فكره اليوتيوب تقريبا اللي عنده فيديوهات وبينزل عليها اعلانات. ده على سبيل المثال، لكن فكره ان انت بقى تخش وتقعد تعمل حاجات غريبه كده او تلعب جيمز وتاخد فلوس، الكلام ده مش منطقي، ومفيش حاجه اسمها في الدنيا تحقق ربح كده في اول ساعة تكسب $150 او في ساعتين تكسب $500. ما كانش حد غلب، واخد بالك، كان اللي بيشرح هذه الفيديوهات او اللي كان بيشرح الكلام ده في مقالات على المواقع بتاعته، كان هو يعني حقق الارباح دي، كان بدل ما يوجع دماغه يقول يعني حقق مش عارف $1000 في يوم، طب ما هو يحقق $1000 في يوم وما يقولكش اصلا. ففكره ان هو عناوين دي عشان بس الزوار، انا عايز اجيب زيارات للموقع بتاعي، او انا عايز اجيب زيارات للقناه بتاعتي، فلازم احط لك عنوان زي كده يشدك، واخد بالك، وبستهدفك مثلا كحد عايز يربح من الانترنت، او كحد عايز يبدا ومعهوش فلوس، او كحد بيحلم ان هو يبقى معاه فلوس كتير قوي من الانترنت من غير ما يتعب. فحذاري بس يا جماعه، يعني بلاش ان احنا نجري وراء اي حاجه وخلاص، يا ريت بس نتأنى ونبدا نشوف الحاجات الصح عشان نقدر نطبق تطبيق في الاخر يخلينا نعمل حاجه. ولازم نحط في اعتبارنا ان ده عمل، يعني بتتعب فيه 8 ساعات او 12 ساعه في اليوم، زي اي وظيفه بتتعب فيها من 8 ساعات ل 12 ساعه في اليوم، ماهيش ضربه حظ. كان معاكم مصطفى رئيس من شركه هاو جروب للتسويق الالكتروني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.